اتمنى كده تكون الصوت والصوره واضحين. انا متاسفه جدا ان انا يعني مضطره يعني اعمل لايف عاجل كده وانا سايقه، لان الحقيقه وقت مضغوط، وقتي مضغوط شويه بس، وما قدرتش الحقيقه يعني استنى لما الاقي عندي وقت. يعني الاول كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله بعد يومين. وكنت اتمنى يعني ان احنا يعني نستقبل الايام الحرم دي والايام المباركه دي واحنا انقياء تماما، واحنا صافين تماما، على الاقل في الايام المباركه دي. يعني اذا مش عارفين نكبح الهمجي اللي جوانا في ايام طاهره زي اللي احنا بنعيشها دي، يعني بعد بكره خلاص، يعني احنا بكره كان النهارده الاثنين يعني اوشك خلاص، يعني ساعات قليله، فكان بكره الوقفه، وقفه عرفات، وبعد بكره العيد، ايام مقدسه، ايام حرم، ايام يعني أفاجأ بجريمة مخيفة جدا، مش عارفة في كفر الشيخ لسه شايفاها حالا قبل ما اخرج. أمور حبيبي قوي حبيبي، عمر بيسلم عليكم، بيسلم عليهم يا عمر. ازيك يا هون؟ الحمد لله. اللهم ازيكم يا حبايبي. ازيكم يا حبايبي، الحمد لله. استاذ طلعت لو سمحت، يعني على نيك حد
أسبق عيد الأضحى المبارك بيوم. إحنا خلاص خلاص تقريبا إحنا اللي واقفة بكرة الثلاث، خلاص تقريبا بكرة النهاردة الاثنين، النهاردة الحد يعني نكاد نكون الاثنين. إيه ده؟ والأب يعني الأب سو سمارت، الأب ريفي فلاح جميل ومار انهيار غير طبيعي. مش مصدق مش مصدق. شفت على موقع بصراحة حاجة مخيفة للغاية للغاية. الستات اللي بيطلقوا بقى دول اللي بيسموا نفسهم إعلاميات ومطورة، يعني شرف الإعلام، ثوب الإعلام لم يمسس، يعني حياتهم لم يمسس، عقولهم لم يمسس أجسادهم. الإعلام مفروض دي مهنة شرف، لأنها من الإعلام من المعلومة من يعلم، فالذي يعلم الذي يعمل في تبادل وصناعة المعلومة يجب أن يكون صادقا ونقيا ومثقفا وعادلا. مش الراجل يقتل الست يخطئوا الست دايما، الست غلطانة. ده أنا بشوف حاجات مهينة بتدعيها يعني هذه الإعلامية أو تلك أو من يطلقنا على أنفسهن إعلاميات ولسنا من إعلاميات خالص. امتى
قوي بسيطه، مش معقده، مش لوغاريتم. انا 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 ساعات بحس ان في حلقه مفقوده كده مش قادره افهمها. هو ال 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 الحق مش باين والباطل باين قوي كده. لما اشوف قاتل ومقتول انصر القاتل اللي هو ازاي، اللي هو ليه اصلها كان بيعملها ابحاث، كان بيعملها ابحاث ومردتش تحب اللي هو اول كلام ابيح بقى ولا عمل ايه، فقتلها، ضغطت عليه فقتلها. اللي هو ازاي راجل ده مراته بال 25 سنة خلفها له عيال زي الفل، 25 سنة يعني حياة طويلة عاشت معاه. الأب بيقول كانت بتبيع يا عيني تخرب شايلة مشانة تبيع نعناع وتبيع ملوخية وتبيع خضار وتبيع حاجات عشان تساعده. ست مكافحة كادحة، ما هياش قاعدة يعني في النادي بتتشمس، ست من بسطاء مصر في كفر الشيخ، 25 سنة خلفت له عيال وكبرتهم وذبحها وجنوها وخلع ضوافرها بالكماشة ويحفر يفخد عينيها ويطلع عينيها ويحلق شعرها ويعلقها ويسيبها حتى تتعفن، وبعدين يقول يلا هنرش عليها شوية مية وندفنها. وهتلاقوا بكرة حد طالع يدافع عنه، عن هذا الرجل. أصله عنده طبعا التهمة الشهيرة الخلل النفسي ولا مش عارفة ايه، واللي كان عنده ضغط نفسي. أنا مش عارفة اقول ايه، أنا مش عارفة، بس أنا جوايا طاقة بغضب وحزن شديد جدا جدا، مش على الست الجميلة دي اللي راحت، على الإنسان، على الحال اللي احنا واصلين له ده. بقعد كل يوم اقول امتى، اللي هو امتى، مستنيين ايه، البشرية مستنية ايه عشان تعمل الديفولت بتاع الإنسان، علشان تعمل طبيعي الفطرة اللي هي ضبط المصنع، ضبط المصنع اللي ربنا جابنا فيه. ربنا جابنا بفطرة سوية محترم راقية لطيفة زي عمر كده، معرفش يكره، معرفش يحقد، معرفش يحسد، معرفش يبقى خبيث، معرفش يكذب. دي ضبط المصنع اللي ربنا عملنا عليه. احنا بنقعد نحط بقى أدونس الناس الابليكيشنز علينا تدمرنا لغايه ما نتحول لقاتل زي اللي بيقتلوا، او نتحول لمدافع عن قاتل. ما هو ده قاتل، ده اسوأ من قاتل. خدوا بالكم الست اللي بتقعد تدافع عن كل من يقتل امرأة ده، دي مش قاتلة واحدة، دي قاتلة متسلسلة، قاتلة متسلسلة، لانها تقتلش شخص واحد، دي عمالة تقتل كل يوم تدافع عن قاتل، فهي قاتلة متسلسلة. عارفين القاتل المتسلسل اللي هو السيريال كريمنال ميردر، يعني بيقتل كل يوم كل يوم كل يوم على طول ورا بعض، ضحاياها كتير جدا كلهم ستات. واحد يضرب مراته تقول لك اصل هي غلطانة، واحد يخون مراته اصل هي غلطانة، ليه وتنادي بتاعته للزوجات، وده الست لازم تتجوز بتاع وما تعملش كده تبقى مبرمة وفجرة وتستحق القتل والضرب والإهانة. ايه العقدة؟ نفسي اعرف ايه العقدة بشنيطة اللي مكرها في جنسها كده. ده لما راجل بيتكلم بالطريقة دي بيسقط من نظرنا. لكن لما ست تعمل كده، ست تكره نفسها، تكره بني جنسها، بتعمل ايه مع مراتها؟ بتعمل ايه مع مرات ابنها مثلا؟ ايه كمية العقد والكلاكيع اللي جواها اتجاه نوعها؟ كيف تربت وهي طفلة حتى تطلع
كارهة لكل ما هو أنثى في الحياة بهذا الشكل المروع، حتى أنها تدافع عن القاتل إذا كان رجلا، وتهاجم القتيلة ما دامت امرأة. شيء لا يصدقه عقل. حقيقة أنا حزينة أن أنا بطلع قبل العيد، عيد الأضحى، وأنا هذا العيد بالنسبة لي عيد مميز جدا. أنا كاتبة بكرة مقالة عن أن ده يعني عيد الأضحى 2022 كان أجمل عيد أضحى في حياتي، لأن ربنا استجاب لحلم مستحيل. حلم ليا كان مستحيلات وربنا حققه لي، وهو خروج ابني عمر من الشرنقة العزلة نحو مراحل الحياة. فبالنسبة لي ده أجمل عيد أضحى السنة دي، لأنه سنة وعمر خرج من الشرنقة، أجمل سنة في حياتي، أجمل سنة في عمر. فكنت ناوية، كنت أتمنى إني أخرج لكم في لايف احكي لكم عن قد ايه انا سعيده، وقد ايه بشكر ربنا وبشكر كل الناس اللي ساندوني في رحلتي مع عمر من الشرنقه الى الطيران. اجري عمر بيتفرج على الفيديوهات على موبايل. صح يا مراميرو؟ صح يا مراميرو؟ صح يا مراميرو. كان نفسي جدا ان انا اطلع لكم في لايف سعيد كده، وان شاء الله هطلع برده، لان انا انتوا عارفين ان انا ما بحبش ابدا ادي طاقه سلبيه ابدا. يعني انا دايما حتى اي حاجات وحشه ما بحبش اقولها، دايما دايما احب اشيع الفرح واشيع كل ما هو ايجابي علشان الناس تتعدي وتبقى عدو، واخفي كل ما هو سلبي علشان الناس ما تاخدش طاقة سلبية. دي طبيعتي، وانتوا عارفينها في مقالاتي وفي لقاءاتي وفي حياتي كلها. بيبقى فيا اللي مكفي، اسمها ايه، فيا اللي مكفيني، مش عارفه اسمها، فيا اللي فيا. يعني قد ايه ببقى ساعات حزينه وداون او مريضه وعيانه، عمري مثلا ما تشوفوني اطلع اقول انا عيانه ادعوا لي انا كذا مش عارفه ايه، انا بعيط، انا مكتئبه، انا محنة، انا دايما الحاجات دي اخليها لنفسي فقط. وبشر لكم الحاجات الحلوة، طلعت كتاب جديد، صور حلوة لرحلة حلوة انا عمر عملناها، اي حاجة لطيفة حد عملها انشرها لكم. دايما بحب كده الاحزان تبقى للشخص نفسه، لان كل الناس حزانة، كل الناس عندها مشاكل، فما احبش اعرض المشاكل على العملاء، واحب دايما اعرض الفرح واعرض الطاقه الايجابيه واعرض السعاده. يعني لكن اول مره ان انا اطلع قبل العيد كده واقول كلام، لان بصراحه اتوجعت جدا 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 من هذه الكريمه البشعه اللي كانت مش عارفه كفر الشيخ ولا ايه. انا ما يعني شيء لا يصدقه عقل، انا بعزي الاب المكلوم الفاكر حزين على بنته، وبعزي الام وبعزي الولاد، وبعت يعني نداء عاجل للنائب العام بسرعه القصاص هذا السفاح الذئب، واتمنى بقى يخرسوا شويه اللي بيدافعوا عن اللي بيكرهوا الستات دول، يخرسوا بقى شويه، يتلموا بس شويه كده، يعني يطربونا بصمتهم، يطربونا بصمتهم، لان كل ما هما بيعملوا ده هما بيشجعوا ذئاب بشرية ذكور وليسوا رجالا طبعا، بيشجعوهم على مزيد من الجرائم في حق المرأة. فلما هي تحولوه البطل زي محمد عادل الله يرحمه، انا دايما اقول اي متوفى شريرا كان ام طيبا يعني اقول الله يرحمه، ده طبعا يعني. محمد عادل بعد ما عمل كده في نيرة وقتلها ودبحها، على طول واحد في الأردن قلده ودبح بنت تانية وواحد تالت وبتاع، خلاص ما هو الناس شايفين انه بيدافع عن الناس، بيدافع عنه ويدفعوا له ملايين عشان يبرئوه،
وحولوه لبطل وشهيد و و و طب الناس ما تقلدوش ليه؟ الشباب الخاوي غير المثقف، غير المحصن بالاخلاق وبالايمان وبالدين وبالرقي وبالتربيه القويمه، ما يقلدوهوش ليه؟ فده كمان اهو النموذج اهو، ذبح مراته ومثل بها، وشر تمثيل تمثيل، وفي الاخر هيطلعوا شويه ستات كسر يدافعوا عنه ويحولوا لشهيد. انا وصلت نادي الفروسيه يا شباب، والشبكه جوه ضعيفه جدا، وبالتالي ايه مش هقدر اكمل، فانا بقى ايه استاذنكم اني يعني اقول لكم باي باي. اشوفكم بألف خير دايما. كابتن احمد عيسى تدريب فروسية. شكرا. وراح بابا جاي. طب افتحي الباب يا شكرا، بحبكم قوي، وسام طيبين، وعيد اضحى مبارك على العالم بأسره. يا رب نحب بعض، ويا رب نبقى طيبين فعلا. وباي باي، عشان الشبكة جوه في النادي مش قوية أبدا. قول لهم باي باي. باي 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 باي.